القناة ما قالتها المحترمة الدكتورة سميرة الدغيدي، قالت لك لو القناة بلكت يبقى مرتضى منصور. فأنت بتقول تاني هتقفلها؟ هل الجبروت والنفوذ بتاع مرتضى منصور مفيش حد بيقدر يقف قدامه في البلد؟ هتقفلها ليه؟ الناس كلها بتخاف منك؟ احنا بنتكلم بجوابات وخطابات رسمية. خطاب من وزير الشباب لرئيس اللجنة الأولمبية بيقول له جمعية مرجع نادي الزمالك دي أنت اللي مختص فيها مش أنا. فأنت خد القرار اللي يتوافق معاك. توافق له على الجمعية ما توافقش انت صاحب الشقة. وطلع قبل كده قرار بعد الخطاب ده ان اللجنة الأولمبية رفضت الجمعية العمومية لمرتضى منصور العادية وغير العادية. الطريف بقى ايه؟ ان مرتضى منصور بيتعامل مع القرارات اللي خدتها الجمعية العمومية العادية وغير العادية على انها قرارات سليمة. قرارات سليمة. فبالتالي بيعمل غرائب وطرائف مخالفة للقانون والدستور. يعني ايه مخالفة للقانون والدستور؟ اطلع بالمسائل التانية يا استاذ خير. اللي هو اعلان اللي عامله في النادي. عامل ايه في النادي؟ رافع اسعار العضويات او قيمه العضويه، وعامل حاجه مش معموله في اي نادي في مصر ولا في اي مكان في الدنيا، اللي هي اعمل عضويه وخد اخوك عليه، اعمل عضويه وخد اختك عليه، اعمل عضويه وخد عضويه عليه. حاجه طريفه جدا 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 غير مسبوقه في تاريخ العضويات في مصر. ده اعلان عامله في النادي. بيقول ايه؟ يتم العمل بهذه الاسعار بالنسبه للاضافات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 23/9/2018، يعني اللي هو من بكره، واللائحه وده معلقه النهارده، وده بلاغ رسمي لوزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه ان هذا اهدار للمال العام. زي قبل كده لما حذرنا من فتح حسابات سريه خاصه بنقول اهو خلي بالكم من ده، الراجل بادئ خطوات غير قانونيه في اهدار المال العام. قال لك اضافه الاشقاء الاخ والاخت ياسين سداد مبلغ 40,000 جنيه كعضويه عامله. يعني اعمل عضويه خد نص عضويه زياده عليها. اعمل عضويه وهات اخوك او اختك اديني العضويه بخصم 50%. بخصم 50% ايه؟ ده بالتلت، لان بعديها عضويه مؤهل عالي 120,000. يعني انت هتعمل عضويه ب 40,000. واضافه الاب والام والابن من سن 21 سنه يتم سداد مبلغ 30,000 جنيه. اول حاجه الاب والام دول بيضافوا في كل الدنيا، لان ده اعتبار انساني وادبي انك انت ممكن تضيف الوالده او الوالد. الابن طبعا بيضاف، لكن بيبقى في حاجه اسمها مصاريف فصل عضويه. هو هنا عملها 30,000 جنيه، يعني ربع عضويه، يعني برضه رقم كبير جدا. مش مفترض يدفعوا العضو، مش مفترض. الناس بتعمل فصل عضويه ب 2000 3، مش ب 30,000، مش ب 30,000. ومضى عليها المدير التنفيذي الدكتور محمد سويله. دكتور محمد، وانت خدت دكتوراه امتى يا استاذ محمد؟ استاذ محمد نعرفه من الاستاذ محمد طول عمره لما كان في مدير شباب رياضه بالقاهره. اول مره اشوف لقب دكتور. هما في الزمالك بيوزعوا الالقاب ولا ايه؟ مش مهم، المهم قالوا عليه مستشار برضه. طيب اعلان يتم العمل بهذه الاسعار العضويه الجديده اعتبارا من يوم الاحد 23/9. عضويه مؤهل عالي 120,000 جنيه. عضوية مؤهل متوسط 150,000 جنيه. عضوية أعمال حرة 80,000 جنيه، على فكرة 180,000 جنيه. عضوية الفئات المستثناة 40,000 جنيه. طيب نيجي للأدوات المستثناة. أدوات المستثناة في نص في الدستور بإلغاء الأدوات المستثناة، إن الناس كلها سواسية أمام القانون وسواسية في الحقوق والواجبات. فتم إلغاء الأدوات المستثناة أو أي استثناء أو أي تمييز بين الناس. فأنت راجع بعد الدستور اللي اتعمل وتم إقراره من شعبك